طيب يبقى معنا الآن قسم سهل جدا، أعمال القلوب. أعمال القلوب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول باب، ذكر باب المحبة، وثنى بباب الخوف، صح؟ لماذا؟ لأن تقدم معنا أن المحبة على ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله واجب أو تقع على الإيمان، ومحبة طبيعية. حب، وبعد الحب ذكر ماذا؟ الخوف، وذكرنا الخوف، خوف عبادة وتعظيم والسر صرف لغير الله شرك أكبر. خوف طبيعي جائز، يخاف من اللصوص من قطاع الطريق من النار، وهذا جائز طبيعي. وخوف محرم، الخوف المؤدي لقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. السائر إلى الله لابد يجمع في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، يجعلهما كجناحي الطائر. الطائر لو عنده جناح أقوى من آخر يسقط، فلا تغلب جانب على جانب. لكن قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف المؤمن تنظر إليه في وقت السراء تجد خائف، وفي وقت الضراء تجد مطمئن. إذ يغشيكم النعاس، أي وقت الحرب نعاس، ووقت السل قال هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. مفهوم؟ إذا تسير إلى الله تجمع بين الخوف والرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء، كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذاب هذا بماذا؟ في هذا الذي قدم على محبة الله. قارون قدم محبة الأموال عذب بماله. فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله تجري من فوقي، عذب بماله، صحيح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل، خليل الله، الخلة هي التي تملك سويداء القلب، ما يوجد محل لأحد. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. جاء إسماعيل وبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب هذا الولد الذي جاء بعد زمن طويل بعد كبر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر الخليل في ماذا؟ في الخلة، هل دخلت هذه المحبة أو لا. رأى في المنام رؤيا أنه يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع إبراهيم خليل الله يحب الله ولا يقدم محبة أحد؟ أمره الله بقتل ابنه الوحيد. ماذا صنع؟ كان يستطيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي وإسماعيل نائم أذبحه انتهى الأمر، صح؟ لا، أراد الخليل أن يشرك إسماعيل عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الأجر، واحد. الثاني، ممكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تفاجأ بهذا الأمر ويحدث منه شيء نفور أو شيء من هذا، فأراد أن يهيئ إسماعيل لهذا. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. اشترك في الأجر، اشترك في هذه الخلة. الآن افعل ما تؤجر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى وجه إسماعيل، لأنه لو ينظر إلى وجهه قد يرق له، فجعل وجه إسماعيل على الأرض. هنا ماذا حصل؟ المطلوب وهو الخلة، قدم محبة الله على محبة كل شيء. إذا لا داعي لقتل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول قضى الله قضاء
وقضاء الله لا يرد، أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. ويقول كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. تخاف من كورونا يجي كورونا، تخاف من الجن ها فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، إيش كان النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. تقدم خوفك من الله يخافك كل أحد، صح؟ صحيح أو لا؟ والله إذا تقدم خوفك من الله على خوفك من كل أحد يخافك كل أحد. الله، الشيطان إذا رأى عمر في الطريق يسلك واحد ثاني، لا يستطيع أن يسلك هذا الطريق. نعم، إذن هذا باب المحبة وباب الخوف. يبقى عندنا التوكل. ذكرنا فيما تقدم أن التوكل صدق اعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام. الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموري إليه، واعتقاد أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار. صرف لغير الله شركا أكبر، لا يصرف إلا لله، وعلى الله فتوكلوا. واتلوا عليه نبأ نوح إذ قال لقومه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ قال لهم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي يعني فيكم وتذكيري بآيات الله أقوم فيكم وأدعوكم إلى الله، فعلى الله توكل. ثم قال لهم أجمعوا أمركم، اجتمعوا لا تختلفوا، ولا تجتمع وحدكم، اجتمعوا أنتم وشركائكم، ثم لا تخفوا هذا الأمر، أظهروه وأعلنوا قتلي ولا تنظروني إلى غدا، اليوم تقتلوني. استطاعوا؟ قال على الله توكلت، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل في أحد، حصل ما حصل في أحد، في الحقيقة هذه ليست بهزيمة. القادة العسكريين اليوم ابن القيم العلماء أقول هذه ليست بهزيمة، 70 رجل. فعندما حصل ما حصل في أحد رجع الكفار إلى مكة. أبو سفيان رضي الله عنه كان هذا الوقت على الكفر، فلقي ركب جماعة من الناس يخرجوا إلى المدينة، فقال لهم أبو سفيان إلى أين تذهبوا؟ قالوا إلى المدينة. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن نعد العدة ونريد نأتي ونقضي على كل من في المدينة. الذين قال لهم الناس أي الركب المسافرين إن الناس قريش والأحزاب قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر على الفور بالتجهز. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى منطقة هنا قريب الميقات، وقال لها حمراء الأسد حمراء النمل والله ما أدري، يعني المهم من هذا المكان، مكان يأتي الناس من مكة يعني الطريق، أن يأتي أحد لم يأتي أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. إذن لابد تكون قولك عند الشدائد، عند الشدة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض العلماء يقول لو لم يرد في التوكل من فضل إلا أن الله قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال تكفي هذه الآية فضلا في التوكل، فما بالك بآيات كثيرة في التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، ومن يتوكل على غير الله صلى الله عليه وسلم خذه. مفهوم؟ يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت
ومن اتبعك. معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله يكافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك.